خليني اسالك بس الكلمه اللي انا قلتها من شويه، انه الاهلي السنه دي يختلف عن السنوات الاخيره او الخمس او الاربع مواسم الاخيره اللي حقق فيهم البطوله 3 مرات واللي وصل فيها للنهائي 4 مرات على التوالي. يختلف من حيث الاداره الفنيه، تاني سنه مارسيل كولر، اكثر نضجا، اكثر خبره، اكثر ممارسه، اكثر درايه بالمسابقه نفسها وطبيعه المنافسين والانديه اللي بتخوض المنافسه مع النادي الاهلي، اكثر درايه حتى بالسكواد بتاعه وبلاعيبته، تدعيمات الميركاتو، 3 صفقات، امام ورضا وموديست، وعوده معارين زي صلاح محسن وكريم نيدفيت، وعوده اكرم توفيق وكريم فؤاد من الاصابه. بتتكلم على 7 لاعبين يمثلوا اضافه حقيقيه للاهلي السنه دي. ايه الاختلاف بين الاهلي السنه دي وبين الاهلي السنه اللي فاتت؟ اكيد ما فيش شك كل الامكانيات متوفره حتى للجهاز الفني، وده ما يميز النادي الاهلي على مدار سنين هو الاستقرار الاداري، وده بينعكس على الفريق كتيم مع مدير فني ذكي جدا قوي الشخصيه، ملم بكل الامور الفنيه والامور حتى معرفه كيفيه امكانيات اللعيبه، امكانيات اللعيبه واستقراره او الابقاء على القوام الاساسي للفرقه. زائد ان الراجل دايما بيشتغل على طريقه لعبه معينه، ان ال 25 لاعب وده بيظهر في المباريات، يعني ممكن بنقول كلام ممكن ما بينطبقش في الملعب لكن الكلام ده بينطبق في الملعب، وده ظهر اكتر في مباراه سان جورج الاخيره، ان حوالي 6 لعيبه ما بيشاركوش او كانوا بعيد ويخشوا تلاقي نفس الاداء، نفس سيستم اللعب، نفس اداء اللعب. ده بيرجع للراجل واستقراره على القوام الاساسي للفرقه مع الدعم الكامل من مجلس الاداره اللي بيدعمه بصفقات جديده ناقص الراجل، والراجل كان دايما بيناشد الفتره الاخيره بفرود، فرود صريح، لان هو بقى له فتره بيلعب شريف ممكن فرود مش مركزه الاساسي، لكن كهربا مش مركزه الاساسي، لكن هو بفرود رقم 9. قدر مجلس الاداره يوفر له صفقه زي موديست في مكان كان ناقص عنده مع رحيل حمدي فتحي، مجلس الاداره وفر له امام عاشور لصغر سنه، امكانيات فنيه كبيره جدا. فكل الكلام ده هيوفر له استقرار، هيوفر له اداء جيد، مع ان اللعيبه مساعده بشكل كبير جدا ان هو يطبق اسلوب لعبه، وده بيرجع لخبرات اللعيبه وحتى مدى استيعابهم لشغل الراجل ولطريقه لعب الراجل. لكن الراجل من مميزاته ان هو مثبت تشكيل، مثبت سيستم لعب، مثبت قوام اساسي بيلعب بيه، كل اللعيبه بيشارك بال 25 لاعب، ودي كان بقالنا فتره ما شفناهاش في النادي الاهلي، ودي كان من ضمن السلبيات اللي كان فيها مستر موسيماني اللي كنا بنتكلم عليه دايما. كان في تحقيق بطولتين لافريقيا، لكن كان 15 او 16 لعيب اللي بيعتمد عليهم طول الموسم، وده كان مسبب ازمه للنادي الاهلي فيما بعد. لكن الراجل دلوقتي معتمد على 25 لاعب اللي مطمني بشكل كبير جدا، خلاص ان كل اللعيبه رجعت وبقت موجوده، وخصوصا كمان اهم كريم فؤاد، وكانت عوده بالنسبه له انه يرجع بهدف يديله ثقه كبيره جدا مع عوده اكرم توفيق، مع اضافه للصفقات اللي حضرتك قلت عليها. لا اكيد ظهور كمان رضا سليم في بدايه المباريات، يعني كل ده بيضيف للنادي الاهلي، كل ده بيضيف حتى للمراكز اللي داخل النادي الاهلي، ان يبقى عندك 2 أو 3 لعيبه بيشاركوا في اي وقت، كل ده بيضيف للراجل. فكل العوامل دي لازم هتلاقي بطوله في الاخر.